ابن عباس رضي الله عنهما من يفسر هذه الآية وللرجال عليهن درجة. قال انت غاضي، انت غاضي زعما دير روحك ماشيتش، شيت ان بيتي ديفو صرا في البيت دير روحك ماشي، سمعت واحد هضر فيك دير روحك ما سمعت، انت عندك على ديطاي. صلاح الدين الايوبي كان هاك فاتح القدس وكاسر الصليبيين، يسمع بلي جنودهم يهضروا فيه دير روحك ما سمعت، هذا التغاضي والتغافل كل ما سمعت هذه هي. والكبار يقولوا لي فات على كلمات فات على روح. فيا إخوة الإيمان هذا التغاضي كيف سميناه العلماء معاملة، قلناها قبيل معاملة الكبار للصغار. لاخاطش نسر نسر كي زعفها الغراب ما يدابزاش، هو نسر يدابز غراب طايحة لا يزيد يطلع في رالتي تيدبر الغراب ما يدكش يطلع. هذا هو كي تشوف الرغوة تحت طلع النيفو بالأخلاق الحسنة. نسأل الله سبحانه وعز وجل أن ينفعنا بما سمعنا. ربنا اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وداوي قلوبنا ونقي صدورنا، والحمد لله أولا و